لو أن النصيحة تركت لفضل أدب لتركت إلى ذلك منك أنت مؤدبة ولا تحتاج إلى النصيحة، لكنها تنبيه للغافل وتزكية للعاقل. أي بني، لو أن المرأة استغنت عن الرجل لغنى أبويها ولعدم حاجتها لغيرهما لكنت أغنى الناس، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. أي بني كوني له أمة يكن لك عبدا. أي بني احفظي عني 10 خصال تكن لك زخرة، أما الأولى والثانية هي المعاشرة بالقناعة وحسن الطاعة، أما الثالثة والرابعة التفقد لموضع عينيه ولموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، أما الخامسة والسادسة فالهدوء عند منامه والتعهد لوقت طعامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتمغيص النوم مغضبة، أما السابعة والثامنة التدبر لماله والإرعاء على حشمه وعياله، أما التاسعة والعاشرة ألا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيتي سرا لم تأمني غدرا، وإن عصيتي أمره أو غرتي صدرا والله يغار لك. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وجعل منكم الكثير الطيب إن شاء الله.